السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مذكرة شيكو. الفيديو ديال اليوم هو فيديو متميز، أولا لأن فيه حاجة جديدة وهي خيام قرب البحر، يعني على شاطئ البحر. قضينا 3 أيام فيها مناظر جميلة، الغروب، أمواج البحر، الصيد، الطبخ، جو التخييم إلى غير ذلك. ثانيا لأنه درته مع أعز الناس لي، الأخ الأكبر ديالي سي الحاج محمد، والسي عبد العزيز اللي هو صديق عزيز بزاف. كنتمنى أن هذا الفيديو يعجبكم، وغنحاول نختزلو 3 أيام في بضع دقائق. ما تنساوش دعمونا بلايكات وارتسامات ديالكم. الناس اللي شافوا القناة أول مرة منساوش يشاركوا فيها ويفعلوا زر الجرس باش يوصلهم الجديد. انطلقنا أنا والحاج محمد أخ ديالي الأكبر بالدراجات الهوائية باش نتلاقاو مع السي عبد العزيز. كنا محملين كل المعدات من قيطون من كل شيء، وما نسيناش الطويجين اللي كنت مدرقو بالترازة. المهم ما نسينا حتى شي حاجة من اللوازم ديال التخييم، وان شاء الله غادي ندوزو باش نمشيو موراه هذاك الشجر اللي كيبان لينا ليه بعد ما يجي السي عبد العزيز. وصلنا للمكان اللي غنخيمو فيه، ودينا كنقادو في المسائل ديالنا. ايوا شويه هو التحق بينا واحد ضيف عزيز كان تما مخيم، هو عبد الرزاق ولد خت عبد العزيز. هو يقول لنا مرحبا مرحبا، عندي لكم واحد المفاجأة، مرحبا بكم. مشيت انا الاول، مشى الحاج اشوية ويتبعنا السي عبد العزيز. لقينا الشواية، بدا عبد الرزاق خدام، وانا كتعرفوني دائما فيا شوية ديال الزعمة، وانا نقول لعبد الرزاق ايوا علاش ما نشويش معكم انايا زعما ندير، وانا نبين البراعة ديالي مع الشواية. وبديت كنشوي، ولكن شعلت لي العافية وبدا واحد الشخص اللي هو عزيز عليا السي الحسن بدا كيطفي. هو بسم الله اي اي اي, أي. المهم سيدي اخويا كان بحال البوجادي هو يدخل السي عبد الرزاق بدا كيقاد الامور ديالو. كما كتعرفوا هو مولف على هاد فقيل ربما مولف على الشواية، بدا كيخدام وانا وليت بحال البومبي، خديت واحد شوية ديال الماء مرة مرة. الحقيقة الاخوان كرمونا كرم حاتم الطائي، كنشكرهم جزيل الشكر، كنشكر السي عبد الرزاق سي حسن سي ربيع وجميع الاخوان اللي كانوا معاه. من بعد ما عرقناهاش يعني سردين، ودعونا الاخوان ومشاو في حالتهم، وبقينا حنا في هاد المنطقة هادي مخيمين باش نستمتعوا بأجواء الغروب. وكنعرفوا أن الغروب في هذه المنطقة هذه عنده واحد نكهة خاصة. ولا الذهبية، الشمس الذهبية، تعقل على الأغنية ديال عبد الهادي بالخياط. من بعد ما استمتعنا بغروب الشمس وخدينا ما يكفي من الصور والفيديوهات، كل واحد كيصور من جهته لأنه منظر ما يمكنش شوفوا اكثر من مره. هذيك الساعه بدينا كنوجدوا في الطويجين، ولكن اذا كان الحاج حاضر ما يمكنش تقدم قدامه، فهو اللي خلال المبادره قال لك انا اللي غنصور لكم هذا الطاجين هذا. كيف ما كتشوفوا حرص على هذا الطاجين من البدايه الى النهايه. الله يعطي الصحه ديالو وتبارك الله عليه، هو طباخ ماهر كيعرف يعني جميع الاكلات تبارك الله عليه. ما عندي ما نقول، وهكذا كنا حنا فقط كنتصورو معاه وكنصوروه، هذا هو اللي كنا كنديرو واكتفينا اننا كنوجدو ليه الا بغى شي حاجه بالزربه. تبارك الله الطباخ الماهر، الله يبارك فيك المولاد الطباخ سي محمد الحاج. الحاج الطباخ اش دارك في هذه المجيئه ديال السي؟ هذه راه مباركة لينا مع السي عبد العزيز والسي مصطفى. حنايا
في هذا الأجواء الربانية. حنا نجهزوا العشاء. إن شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى الليلة تدوز بخير وعلى خير. إن شاء الله بخير. خيرا مزيانة. أنت كا. إيوا هذه الفكرة ديال السي عبد العزيز. السي عبد العزيز مسكين. ولكن راه دوز أيام وهنا قال كيعاود. إيه هو اللي سعى في هذه الخرجة هو. من صغره هو كيجي لهنايا. وكبر بينا الله يكبر به. بصراحة تمتعنا بواحد العشية هنايا كانت مزيانة يعني الغروب ديال الشمس. غروب الشمس كانت واحد الحاجة رائعة هنايا. هنا لما كان الجو ديال البحر والجو ديال الغروب الحمد لله والجو ديال تلاقي مع الحباب وداك رائع كانت حاجه مزيانه وكنصح اي واحد اي يعني واحد يشوف هذا الفيديو هذا انه يحاول يخرج من الروتين اليومي الروتين ديال الدار الى اخره والمشاغل ديال الحياه في البحر مثلا يحاول يتمتع نفسه ويمتع ولادو ومتع راسو ومتع راسو ويهرس هذاك الروتين اللي ربما تجيب واحد الملل في الحياة. هذا دابا الشاف السي محمد مع المساعد ديالو الشاف عزيز. الشاف عزيز مكلف باللوجيستيك. الشاف عزيز هو اللي كيعطي التعليم هذا مكلف باللوجيستيك. مكلف باللوجيستيك هو. لا تنفذوا سيدي. ولكن راه عارف المرقد بعدا هو وجاي كل ما كانش هو ما نجيبش حنا بصراحه. اش درك السي عزيز في المجيه؟ يا ساعه مباركه المره ياك ايوا الحمد لله. والخرجه دي من لا تخلو من سميتو مفاجآت طعام من طعام ضروري ان تكون الخرجه طبيعة الحال الا ما كانش طاجين وما كانش مثلا بحال في مراكش التنجيه ولا ما كاين والو جميله ولا شنو ما كانش هذاك الشيء ما كاين والو خويا ما كاين والو اخا حتى هي ما الخرجه كتحلى مع مع الطعام. ايوا سيدي امسيه رائعه بدايه ديال الامسيه هي بداية الأمسية الأمسية مازال طويلة إن شاء الله الرحمن الرحيم الجو راه زوين ما كاينش هذاك البرد ولا كاين عمر واخي بارك الله الحاج من بعد ما تعشينا كان لنا موعد مع سامريلي ومن بعد نعسنا وفقنا بكري باش مشينا صيدنا وكان لنا موعد مع صيد تامين اللي غتشوفوا في الفيديو القادم بحول الله. كنشكركم على المشاهدة والتتبع والدعم ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله تعالى.